السلام عليكم. ازيك يا مولانا؟ ازي الساحه؟ يا مرحبا. السلام عليكم. ازي الساحه؟ ازي الساحه؟ السلام عليكم. ازي الساحه؟ مرحبا. اعطينا ست وفضلنا بسبع، اعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة ومحبة قلوب المؤمنين، والله سبق. وفضلنا بسبع وكان صادقا، منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار، الله، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سبطي رسول الله، الله أكبر. إيه بقى في أجمل من كده؟ خلي بالك هنا، منا النبي المختار عليه أفضل الصلاة والسلام، ومنا الصديق، ليس أبو بكر الصديق لكن من أسماء علي بن أبي طالب الصديق الأكبر. فلما نقول أعطينا النبي المختار والصديق والطيار، أنت عارف مين الطيار؟ طبعا جعفر، جعفر بن أبي طالب، اللي قطعوه من هنا وقطعوه من هنا، ثم رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام طائرا في السماء فسمي بجعفر الطيار، لأنه كان ماسك الراية، يجيبه كده يروح ماسكها كده، يجيبه كده يروح ماسكها كده. أما أسد الله فهو حمزة. فيعني هذا هو علي زين العابدين، رجل عاش للعبادة. ما يجي حد في المدينة يمشي، ما عايز بقى زهري عصره وناس كتير عصروه، كل واحد شافه قال هذا هو أفقه أهل زمانه. ده كبار مش احنا، كل واحد يقوله انا قابلت فلان فده افقه اهل زمان، يقول له ارايت علي السجاد؟ يقول لا. قال حين تراه سوف تعلم انه هو افقه زمان. هو هذا الرجل الذي جرت ابحاث وقالت انه يركض هنا هو وابنه يزيد، لا زيد. السلام عليكم. هذا مقام سيدي علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، سلالة ما فيش أفخم منها في الدنيا. ويركض بجواره كما يقال في بعض الكتب ابنه زيد. زيد ده مات صغير، مات حاجة 40 سنة، صغير قوي، لكنه قتل، استشهد لأنه كان يطالب يعني بالإمامة. خلي بالك سيدنا علي هو زي ما قلت لكم وانا بدات التصوير، هو الابن الوحيد الذكر الذي تبقى من سلاله سيدنا الحسين في اليوم العاصف الحزين الغاضب، يوم كربلاء. وكنت احب ويا ربنا يعني يساعد الظروف ان احنا نقدر نروح كربلاء ونصور هناك، حيث شرفت بزياره كربلاء وشفت بيت سيدنا علي، بيته اللي كان عايش فيه، وشفت المكان اللي ضرب فيه بالخنجر، وشفت المكان اللي شالوه حطوه فيه، وشفت المكان اللي رقد فيه حتى وفاته ما بين يدي الحسن والحسين وأوصاهم كما تعلمون. وطبعا انتوا عارفين لما قالوا له الناس يا أبا الحسن يعني أنا اختاروا الحسن إماما، فقال لا أمركم ولا أنهاكم. الله أكبر. كما فعل النبي، لم يأمر ولم ينهى في غالبية الأقوال. فعلي بن أبي طالب لم يطالب، تركها على المحكة البيضاء كما تركها الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يأمرهم ولا ينهاهم. وبعدين هم اختاروا الحسن، وبعدين القصة الشهيرة، الحسن بعد شوية تنازل لمعاوية عشان يلم يعني شمل المسلمين، واتفقوا انه بعد الحسن بعد معاوية تبقى الحكاية شورى. لكن معاوية الحسن يعني مات سم، ولله جنود من عسل كما قال في احد الاقوال لمعاويه بن ابي سفيان،
ومات الحسن رضي الله عنه وارضاه، والحسين ما وافقش على يزيد طبعا، تبقى وراثه يا قيصريه يا معاويه ما ينفعش. وكان مكان في كربلاء في اواخر سنه 60 هجري في محرم، 10 محرم كانت كربلاء، وكان المشهد الحزين هو مقتل سيدنا الحسين واهل بيته جميعا، طبعا الا الستات، كل الرجال ماتوا حتى الصغيرين قتلوا كله. من كربلاء التي بقى منها علي هذا. الله عنه.